بن فيصل آل ثاني بانتظار مالك زعزعة. هذا هو محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الملقب بالمجازف. تهانينا يا محمد، يرفع الخنجر الشلفة عاليا. هذا هو نجم الموسم محمد بن زيتون المهيري، أحد أبرز مضمرين الهجم في الخليج. تهانينا لمحمد بن زيتون المهيري، وبنقول سلام يا منازف سلام. يأتي في هذه اللحظات مالك شاهين من اختطف الخنجر الفضي. راشد بن مبارك بن زايد الخيارين ليتسلم رمز شاهين. وهذا هو سيف بن محمد بن زايد الخيارين يتسلم الخنجر الفضي. وهذا هو عبيد بن عامر الوهيبي من قاد شاهين ومن ضمر شاهين لاختطاف هذا الرمز الغالي. وبعض أنجال سيف بن محمد بن زايد الخيرين أو أشقائه، تهانينا لهم على هذا الفوز الغالي وهو اختطاف هذا الرمز الغالي في مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إذن الصور التذكارية للفائزين مع سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وأيضا المضمر مضمر شاهين، وأيضا الدكتور مبارك بن حمد الشهواني ومدير عام اللجنة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي. نشاهد هذا الحضور العالي المستوى على صعيد اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيضا شوط الشلفة الفضية للعمانيات. يأتي دور ممثل المعيذر حمد بن غانم الهديفي. مبروك، ألف مبروك يا حمد بهذا الفوز المستحق في مساء هذا اليوم، ونبارك أيضا لك إضافة شديدة للرمز الثاني. أهنئ سعادة الوالد غانم بن سلطان الهديفي وأنجاله الكرام حمد وسلطان وبقية الأخوة وأبنائهم وأيضا محبين الشعار، والتهاني مباشرة إلى أبناء المعيذر في مساء هذا اليوم. لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني يسلم الفائزين ويكرم الفائزين بالرموز. الصور التذكارية لحمد بن غانم الهديفي مع أعضاء اللجنة بقيادة وبرئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. الشوط الرابع وشوط الخنجر الفضي للقعدان العمانيات ذهب مع مالك وسام. إذن كما تشاهدون هذه اللقطات على الهواء مباشرة، يأتيكم هذا النقل الحي والمباشر. مالك وسام الفائز بالخنجر الفضي للعمانيات القعدان، عبد الله بن ناصر بن سعيد المنصوري، وهذا هو محمد بن بطحان بن قران المنصوري، وراشد بن قران بن بطحان المنصوري يتسلمون الخنجر الفضي للقعدان العمانيات. وهذا هو الخنجر الثاني في رصيد هذا المشارك وهذا القعود وسام بعد فوزه بخنجر في مهرجان المؤسس وحصوله على المركز الثاني ووصيف في مهرجان الأمير الوالد. وشاهدنا المضمر الصبيح بن سالم الغيلاني من قاد وسام لهذا الفوز يتسلم أيضا الخنجر الفضي، وعلي بن سالم الغيلاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدين الأعزاء، أذكر السادة المشاركين بأننا سنتوقف بعد هذا التتويج لأداء فريضة صلاة العصر، ومن ثم نواصل بقية أشواطنا. ولكن بقية تتويج، هناك تتويج سيتم بعد قليل. إذن نشاهد تتويج الفائزين والصور التذكارية التي تجمع سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بالفائزين في مساء هذا اليوم. لا شك بأنها لحظات تاريخية، لحظات أيضا فرحة لكل الفائزين. أهنى جميع الفائزين تهانينا القلبية، من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. أهنى جميع الفائزين، ألف مبروك لكم.
لكل الفائزين. وفي هذه اللحظات نشاهد هذا الدرع مقدم من شرطة دبي، مركز شرطة نجد الشباء، يقدمه الوكيل إبراهيم سالم الحمادي لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. إذن درع مقدم من شرطة دبي، مركز شرطة نجد الشباء، الوكيل إبراهيم بن سالم الحمادي، وسعادة علي بن سعيد بن سرود المنصوري أيضا رئيس نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. رئيس نادي دبي التنفيذي أيضا يكرم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع الوكيل إبراهيم سالم الحمادي. مشاهدينا الأعزاء بهذه اللقطات نصل إلى ختام التتويج، وأذكر السادة المشاركين بأننا سننتقل إلى فاصل لأداء